احنا معانا طبعا الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول. كابتن طارق اهلا بيك. الخير، ازاي حضرتك؟ كوستان انت طيب وحضرتك طيب يا كابتن، وحشتنا يا كابتن، ويعني وانت وحشنا بزياده بصراحه. فينك يا عم هيثم؟ ما حدش بيسمع صوتك يا باشا، احنا مستنيين حضرتك هنا والله. انت بس اللي احنا سايبينك بس في يعني في القصه اللي انت فيها، بس ان شاء الله اكيد لازم اكون معانا يا كابتن. باذن الله باذن الله، ده شرف لي ان انا اكون معاك طبعا يا كابتن. جميل طبعا، وكنا مع بعض في اوقات كتير كابتن، يمكن يعني اقامه عالميه جميله بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف كبير يعني ليا، وشرف ان انا اكون مع حضرتك. ده الشرف لي انا والله يا رب. كابتن طيب، يعني طمنا على الفريق، قول لنا الدنيا فيها ايه، وهل شايف كاس العالم اللي جاي؟ حضرتك كنت طبعا في حدث عالمي قريب، حضرتك شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ هل اليد في مصر طالع ولا واقف مكانه؟ طب استاذنك بس ده يعني نحتفل بحبيب الكابتن صابر. اتفضل يا كابتن. اتفضل حبيبي يا كابتن طارق. على البطوله. اتفضل. وبقول له انت فين يا صابر؟ ما جاش تمرين النهارده ليه؟ انا في اجازه يا كابتن. بقى اجازه يومين يا كابتن طارق. ما ينفعش يا كابتن. معلش، هو خد اذن يوم يا كابتن، معلش. طيب ماشي. على العموم مبروك يا كابتن صابر، وانا يعني الحمد لله بحمد ربنا ان انا ربنا وفقني في ان انا اخترت الكابتن صابر وكابتن ميشو في الفرق المرتبط او ابناء النادي والناس المخلصين جدا. كابتن صابر من ساعه ما جه عمل شغل كويس قوي، ادى روح حلوه للفرقه، اضاف بعض اللعيبه اللي ما كانوش بيلعبوا، دي حاجه كويسه. والحمد لله ربنا اكرمه بالفوز بالبطوله، وباذن الله منتظرين منه السنه الجايه بقى تبقى دوري وكاس، لانه من المدربين المجتهدين جدا. وحاجه كويسه ان صابر يرجع النادي الاهلي، لان ده قامه كبيره ولعيب دولي وحاجه اسم كبير في عالم كره اليد. طبعا يا كابتن طارق، واجب يبارك له. الله يبارك في حضرتك طبعا. ونسيبكم بقى في حديثكم الجميل ده. ربنا يخليك يا كابتن. لا بس ان شاء الله يوم الاحد حضرتك معانا يا كابتن بقى، عشان بس من ايه من ما نقولش ان شاء الله نتصل. هيمسك التمرين مكاني بقى. ان شاء الله. لا تعليق على القرعه وخبرات حضرتك لازم تكون معانا يا كابتن طارق ان شاء الله باذن الله الحد القادم. ان شاء الله يا كابتن طارق. كابتن طارق محروس، القامه الكبيره ومدير فني الفريق الاول لكره اليد، بنشكر حضرتك. كابتن صابر، يمكن الحوار عدى سريعا واستمتعنا جدا، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق. والله سعيد جدا كابتن حسام بوجودي معاك والله بجد، يعني واتمنى اكون ضيف خفيف على المشاهدين، واتمنى اكون معاك الموسم الجاي ان شاء الله، ويكون معايا بدل الكاس معايا اثنين ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، احنا واثقين يعني بعود جمهور الاهلي ان احنا نبذل اقصى جهد عندنا ان شاء الله عشان نوصل على الدوري والكاس. ان شاء الله واحنا مصدقين حضرتك ومنتظرين باذن الله الموسم القادم، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا كابتن حسام. شكرا كابتن. كاس جديد وبطوله جديده تدخل دولاب النادي الاهلي، وهذا هو النادي الاهلي، قصه جديده وبطل وبطوله، مش هنقول بقى بطل، بطوله جديده دخلت النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه، انتظرونا يوم الاحد حلقه مهمه ان شاء الله هنعلق على احداث القرعه والفرق ومجموعه مصر، انتظروا حلقه الاحد القادم. شكرا جزيلا.